الشعب مرة أخرى أنه يجب عليه أن يكمل المشوار إلى نهايته. وقامت من هنا حملة كمل جميلك، وبتكليف من الشعب المصري أن يصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو رئيس مصر القادم. في أخبار اليوم وبنقول لك شعورك النهاردة وانت في مدينة السلام في شرم الشيخ وبتحتفل وسط القبائل العربية والسياح. أهلا بحضرتك، يعني شرفتونا معانا في المؤتمر اللي موجود والفعاليات اللي بنعملها لتنشيط السياحة. طبعا احنا بنحيي منظمة يوروميت على نشاطها الحيوي جدا في تنشيط السياحة طبعا، وكمان تواجد القبائل العربية زي ما انتم شايفين في الاحتفال، وده دليل على الأمن والأمان وتعاون جميع قوى الشعب مع الأمن المصري مع الشرطة والجيش المصري. كمان تواجد السياح بكثرة أكتر من 127 جنسية تقريبا موجودين من جميع أنحاء العالم، ده دليل على الأمن والأمان اللي بتشهده مصر بعد رحيل نظام الإخوان الإرهابي. لغاية دلوقتي حملتنا لم كام توقيع؟ حملتنا تقريبا احنا لمينا أكتر من 21 مليون توقيع، وجاري دلوقتي التسجيل جميع الاستمارات اللي اتلمت على الموقع الالكتروني كامل جميلك دوت كوم. وصلنا اكتر من 21 مليون توقيع دلوقتي. عملتوا ايه عشان خاطر توجهوا رساله للدستور للمواطنين في الشارع؟ عملنا طبعنا بروشور وبنعمل مؤتمرات شعبيه، طبعنا البروشور بنوزعها عن طريق الجرايد المصريه بحيث انه يوصل لكل بيت مصري في جميع انحاء الجمهوريه. ذاكرين فيه مميزات الدستور، والمفروض ان الشعب يوافق في ده، يعني على ده مش موافق على الدستور بس، هو موافق على خريطة الطريق بشكل عام. كمان احنا بنعمل مؤتمرات شعبية في جميع المحافظات للتوعية بالدستور وتوعية ان نجاح خريطة الطريق هو نجاح لمصر واستقرار مصر في المرحلة القادمة ان شاء الله.